يسعد صباحكم. وصفتنا اليوم من وصفات الإفطار المميزة، رح نعمل فرنش توست كتير طيب وطعمه بشهي، سهل وسريع. فيديو هيك لذيذ وخفيف وسريع رح يعجبكم إن شاء الله. قبل ما أبدأ بذكركم تشتركوا بالقناة. يلا نبدأ وصفتنا. عندي أول شي خبز البريوش، هذا هو خبز البريوش، أنا جبته جاهز، بتلاقوه في كتير من المخابز. وعندي كمان معلقتين كبار سكر، عندي ربع معلقة صغيرة قرفة، رشة قرفة يعني، وعندي كوب حليب، وعندي بيضتين، وعندي معلقة صغيرة فانيلا. والطريقة كتير سهلة، بوعاء رح أحط عندي البيض، رح أحط عليه معلقة صغيرة فانيلا، ورح أضيف عليه باقي المكونات، عندي السكر وعندي القرفة وعندي الحليب. وهلأ رح أخفقهم كلهم مع بعض سوا، بس هيك خفق بسيط، بس أحس إن المواد عندي كتير هيك تجانست مع بعض. هذا الكاستر دي رح أغمس فيه الخبز، بس يصير عندي كله خليط متجانس وما عندي أي كتل من البيض، والسكر عندي كمان داب. هلأ عندي خبز البريوش، دائما نجيبوه هيك ما يكون مقطع، لأنه نحن بدنا نقطعه لقطع سميكة تكون تقريبا 1 إنش. بس أول شي هيك رح أشيل الطرف، طبعا ما برميه هذا الطرف، أكيد رح ناكله، بس لأنه ما بدي إياه، لأنه بدي يتشرب عندي من الكاسترد، فبقطعه بهذا الشكل. القطع تقريبا تكون 1 إنش. هلأ على النار رح أحط في مقلاية تكون غير لاصقة، رح أحط فيها معلقة زبدة وأحطها على نار متوسطة بس لحتى تدوب الزبدة. عندي هلأ شرايح الفرنش توست رح أشربها، رح هيك أقلبها من كل الجهات أتأكد إنها شربت، ما حخليها لوقت طويل لحتى ما يطلع عندي معجن، وكمان نفس الشي لازم أتأكد إنها شربت لحتى ما يطلع عندي ناشف. بس هيك بقلبها كم تقليبة، بصفيها كتير منيح من بقايا الكاسترد. وهلأ خلاص دابت عندي الزبدة، رح أحطها في المقلاية. في الأول النار كانت عندي وسط لحتى حميت عندي هيك المقلاية، بس هلأ لما بحط عندي الفرنش توست رح أوطي النار أخليها هادية لحتى الخبز عندي من جوا يستوي، ما يكون مستوي من برا ومن جوا لسه مو مستوي أو معجن. هلأ هيك بخليها نار هادية لحتى يتحمص بالزبدة ويستوي عندي كتير منيح. هون بحط كمان جنبها قطعة تانية، تقريبا هاي الكمية اللي عملتها رح تعمل لي حوالي 5 شرايح من الفرنش توست. طبعا هلأ بشوف لسه عندي ما تحمرت، بشوف هيك القاع شوي بشيك عليه، لسه بدها كمان شوي، تقريبا رح ياخد معي 3 دقايق على كل جهة، من 3 لـ4 دقايق. هلا هاي خلاص تحمصت، لونها كتير حلو، قلبتها، هاي لسه بدها وقت، شايفين هيك اخذت معي لون حلو كتير، طبعا لون السكر والزبدة. هلا عندي هاي القطعة الثانية كمان خلاص قلبتها، هلا القطع عندي هدول يلي خلصوا راح احطهم على شبكة تبريد لحتى اخلص باقي القطع، ما بحطهم فورا بالصحن لحتى ما القاع تبعهم يرطب. وهيك خلصت الفرنش توست، هلا راح اقدمه، راح اقدمه مع شوية فواكه، شوية ستروبري ومع الميبل سيرب. الميبل سيرب كتير طيب مع الفرنش توست، ممكن تقدمه مع عسل، ممكن تقدمه مع صوص شوكليت، مع نوتيلا، حسب انتو شو حابين، حسب شو رغبتكم. وكمان مع الفواكه بيطلع كتير طيب، حطت شوية ستروبري، ممكن تحطوا موز، ممكن تحطوا اي نوع فواكه انتو بتحبوها او متوفرة عندكم. فطور كتير لذيذ وسهل وسريع، مثل ما شفتوا ما حياخد منكم وقت ابدا، هيك مجرد دقايق حكون عندي ألذ فرنش توست جاهز مع كاسة القهوة، كأني قاعدة في اي مطعم او اي كافيه وعم بفطر فطور كتير طيب. شوفوا كيف من جوا مستوي، طبعا الخبز هيك من برا محمص ومن جوا كتير طري، مع الميبل سيرب، مع الفواكه او مع اللي انتو حابين تقدموه، حيعطيكم طعم كتير طيب. صحتين وعافية للي بجربوا، وبذكركم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وانتظروني في الوصفات القادمة.